نظام الامتحان بيكون ازاي؟ هتاخدوها بتاخدوها المحاضرة دي نظام الامتحان بيكون ازاي؟ بيبقى عبارة عن خمس صور زي كده مثلا وفي اسئلة. الخمس صور دول بوريهم لكم على الباوربوينت عشان نبرد من فكرة الطباعة بتطلع الصورة وحشة جدا، فاحنا بنشوفها على الباوربوينت والاسئلة بتاعتها بتبقى معانا في الورق تمام؟ فاحنا بنشوف السؤال ونجاوب، بس نبقى مركزين ان دوت واحد مثلا ممكن يبقى عليه سؤالين او ثلاثه، فنحاول بس نركز في النقطه دي، لان اوقات ناس بتجاوب ايه على انها رقم واحد، سؤال رقم واحد وبي في السؤال الثاني تمام. فالامتحان مثلا هتيجي الاكزامبلز ايه، هيجي مثلا صوره زي دي ونقول الاكزامينشن موداليتي ايه، سي تي، السايت بتاع الليجن، يعني حاجات اي ثينك سامبل خالص. الدنسيتي بتاع الليجن يعني هو لونه ايه تمام. مش كل الاسئله بتيجي، يعني يمكن واحد او اثنين. برضه الاكزامينشن موداليتي، السايت بتاع الليجن، ورايت وليفت ممكن نلاقيها موجوده رايت ولا ليفت، ده كده ايه دايركت. الدنسيتي بتاع الليجن، الاكزامينشن موداليتي، السيكونس اللي موجود تي 1 التي 1 والتي 2، التي 1 سي اس اف ابيض والتي 2 سي اس اف اسود والتي 2 سي اس اف ابيض تمام، عشان ما نسمعش الجمله دي. الموداليتي المهارات بصبغه ولا من غير صبغه، بصبغه. طيب الصوره دي تي 1 ولا تي 2؟ تي 1 تي 1 احنا اصلا ما بنديش الصبغه غير على تي 1 تمام. وعرفنا منين انها تي 1؟ جزئيه الفنتريكلز اللي موجوده سي اس اف فيها اسود. البوسيبل دايجنوزس بتاعها تيومر ولا ابسس ولا هيموريدج ولا ايه؟ احنا خدنا هيموريدج في الام ار باي اكسكلوجن كده نشغل دماغنا، احنا ما خدناش غير حاجتين في الام ار، الابسس والتيومر تمام. طيب سي تي ولا ام ار؟ سي تي. واخدين صبغه ولا لا؟ واخدين صبغه. اسئله بقى، لو هيجي اسئله هنقول مثلا الامبوركشن اللي هي الريسنت امبوركشن بيبقى شكلها ايه في السي تي؟ هتبقى هايبودنس. الهيموريدج الاكيوت هايبردنس. لو هنعمل اسسمنت للتروماتايز بيشنت نختار سي تي ولا ام ار، ولو كان السؤال انيشال موداليتي اكس راي. الكونتراست مانداتوري في ايه؟ يعني لازم نديها في حالات ايه من الموجوده؟ الانفلاميشن، هما الاثنين كونديشنز اللي لازم ادي فيهم كونتراست، الانفلاميشن والتيومر. الصوره دي ايه، سي تي ولا ام ار؟ سي تي. البوسيبل دايجنوزس اللي الفايندنج اللي احنا شايفينه في الصوره، ان الفنتريكل دايليتد، فده بنسميه اللي هو الهايدروكوبلس. برده اللي هي الموداليتي والدنسيتي بتاع الليجن ويمين وشمال، والبوسيبل دايجنوزس ان هو امباكشن. ليه قلنا امباكشن؟ هايبودنس ايه تاني بالظبط، وجي شيب، واخده الكورتكس والسب كورتكس، يعني واخده الكورتكس بره والسب كورتكس وداخله اللي هي ايه؟ وودج شيب كده زي اي امبركشن في الدم. برضه هيبقى الاكزامينشن ايه؟ نوعه ايه؟ تمام؟ بلين اكس راي شست، والشست احنا عارفين ان هو بيتاخد بوسترو انتيريور في الحالات، يعني ايه الكومن بتاعه البوسترو انتيريور، الانترو بوستيريور بيبقى في حالات معينه زي العيانين مثلا اللي في الاي سي يو او كده اللي هو ما بيقدرش يقوم يقف. الساين اللي موجود هنا هو نيوموثوركس. الساين ايه بتاع النيوموثوركس؟ ان احنا ايوه ابسنس للانج ماركينج كلها، هي طبعا ممكن تكون منوره شويه هنا بس دي جيت بلاك اللي هي سودا سواد قاتم بالنسبه للناحيه الثانيه. هنا الحاجات اللي هي الرفيعه اللي ماشيه دي اللي بنسميها اللانج ماركينج، ليه مكان الفيزيت والبرونكاي والحاجات دي، الحاجات دي كلها بتبقى مش موجوده هنا لان البلورال سبيس بيبقى مليان هواء وبيضغط على اللنج اللي هي لنج اصلا عامله زي البالونه، لو حاجه
وكلابس بناحيه الميديستاين تمام. فالجزئيه ده هي الجزء اللي فاضل من النوم. ايه؟ لا الانفيزيما بتبقى جوه اللنج نفسها يعني مش في البلوره. ايوه ممكن بتبقى باينه وبتبقى ديرتي كمان. ده ايه؟ دي اللونج الحته ده المثلث ده بس. واوقات ما بنشوفهاش يعني اوقات كمان مع التنشن نيومو ثوركس يعني دوت ممكن ما اقولش عليه تنشن نيومو ثوركس. لما وفي برضه شويه شفت الميديستاينم لما بنشوف فيه شفت الميديستاينم. الميديستاينم بقى احنا بنشوفه عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن تراكيه بيبان عندنا يعني الهواء اللي في التراكيه ده اللي بنشوفه في الاكس راي. لما بيحصل شفت للميديستاينم يعني الهواء هنا بيزيد يزيد يزيد لغايه ان هو يزق الميديستاينم من الناحيه الثانيه ده بنسميه التنشن نيوموثوركس. والتنشن نيوموثوركس دوت من الحاجات الامرجنسي اللي هو بقى بنشوف الفيديوهات اللي هي على الفيس وكده اللي هو لازم يدب فيه اي انبوبه ولا يدب اي حاجه عشان يطلع الهواء ده تمام. الانفيزيما الدكتوره كانت بتسال ايه الفرق ما بينها وما بين النيوموثوركس. الانفيزيما ده لونج ده هواء جوه اللونج نفسها. النيوموثوركس ده هواء في البلوره سبيس تمام. النيوموثوركس زي ما احنا شفنا كده هواء زايد في البلوره سبيس وبيضغط على اللونج يعمل لها كولابس. لكن الانفيزيما الهواء جوه اللونج نفسها فبيكبرها يكبرها يكبرها ويعمل كل المانيفستيشنز الكتير بتوع الانفيزيما تمام. هنا اكس راي برضو شفت والباثولوجي موجود يمين ولا شمال؟ شمال. شايفين ايه؟ فين البايلوتر؟ هو ده انت ماشي معاك حق. في حاجه هنا كده ده ايه؟ ده الشادو بتاع البريست تمام. ومعايا الجزئيه دي الليفر اللي هي بيعمل الدم اللي هنا دي الليفر عشان هو سوليد اورجن فبيطلع كانه ابيض كده في الاكس راي تمام. مفيش فيه هواء هو سوليد فهيطلع ابيض كده فهو اللي بيعمل لنا الدم دي تمام. لما الليفر بيكبر او كده بتلاقي الدم دي طلعت لفوق اصلا. بس الشادو اللي على البريفري ده الشادو بتاع البريست هو موجود هنا برضه اهو تمام. بس الباثولوجي اللي موجود هنا ايه؟ الاوباستي اللي موجوده هنا دي. المفروض ان انا اشوف الكوستوفرينيك انجل اللي هنا زي دي كده مثلث حلو باين فيه هواء تمام. هنا انا مش شايفاه وفي اوباستي. اوباستي يعني ايه؟ بياض تمام. اوباستي موجوده قافله السبيس ده اللي هو الكوستوفرينيك انجل وطالعه ناحيه الاكزيما فده اللي احنا بنسميه بلورال افيوجن تمام. وده هو الكلام مكتوب جنبها بس نحاول نفكر يعني بالظبط في اير فلويد ليفل. الاير فلويد ليفل كاركترستيك لايه؟ هيدرو نيومو يعني في هواء وميه وات ايفر بقى الميه دي ايه يعني ممكن تبقى بص مثلا ممكن تبقى كايلس ممكن تبقى وات ايفر هي ايه بس في هواء وميه عشان الهواء خفيف فبيطلع فوق والميه تحت. فالهواء لما بيطلع لفوق بيخلي السطح بتاعها اللي هو الليفل اللي هنا ده مستقيم كده يعني هو مش هيقعد يمشي بقى مع الانجليشن لا هو هوا موجود وهيقف كده تمام. بالتالي دي طبعا الصوره دي ما نعرفش نشوفها الا لو العيان واقف عشان الهوا يطلع فوق. برضو نعرف اللي هو احنا مصورين ايه تمام. هي بلين اكس راي جايه على واخده جزء من الابدومن والبلبس. اللي احنا شايفينه ان احنا شايفين في حاجه هنا ريديو اوبيك تمام. ريديو اوبيك يعني حته بيضاء تمام. اللي عكسها ريديو ليوسنت. الحته البيضة دي موجوده يمين ولا شمال؟ شمال شمال. لما هتشوفوها في الباور بوينت هي مش باينه هنا قوي. المفروض لما هتبصوا في الباور بوينت هتلاقوا الشادو بتاع الكدني بما انها سوليد اورجن زي ما قلنا في الليفر بتبان بيضه شويه تمام.
بس هي قدامها كله قدامها حاجات كتير فبيضها مش قوي زي الليفر. ففي هنا لو بص لما هنبص عليها في البرزنتيشن هنلاقي ان في شادو هنا كده وموجود عليه الستون دي موجود عليه الريديو اوبيك ليجن ده. فانا بسجست ان هي ممكن تبقى رينال ستون لكن ما بحلفش لان ممكن تبقى حاجه تانية. ممكن تكون تابلت مثلا العيان واخدها واقفه في الكولون اللي هو معدي قدام الكدني تمام. ممكن تبقى اي حاجه تانية لكن هي بنقول ان هي ريديو اوبيك شادو موجود في مكان الكدني. نبص عليها سونار او نعمل سي تي عشان نشوف فعلا هي جوه الكدني ولا لا. الاكزامينيشن ده اسمه ايه؟ اسمه هي اكس راي. انتوا لسه ما خدتوش رينال صح؟ اهو طيب هو اكس راي بس معاها صبغه. احنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم مع الاكس راي صبغه. الفحص ده اسمه اي فيو اللي هو رسم لنا الفيلفيكالسيال سيستم واليوريتر واليورينري بلادر. العيان ده بياخد صبغه اي في انترافينوس والصبغه دي بنقعد نصور العيان بطريقه معينه لغايه ما توصل تبقى اكسكريتد من الكدني. الصبغه نفسها اكسكريتد من الكدني فبتبدا تبين لنا المنظر ده تمام. اللي بنسميه اي فيو او انترافينوس يوريوغرافي او انترافينوس بايلوغرافي تمام. اي في دي او اي في يو برضه دي سهله اللي هو ام ار اي تي 1 اور تي 2 دوت ام ار اي تي 1 بوست كونتراست والسوار ايه ساجيتال ولا كرونال والليجن موجود فيه اكسترا اكسيال والتيومر اللي هو عندنا التيومر الوحيد اللي خدناه اللي هو المننجيوما. اسئله الرينال الترا ساوند او الكيدني الترا ساوند حلو في ايه؟ ان هو بيبين الهايتنفوزس ولو في ماسس بنشوف كل ده. الديس ادفانتج بتاع الالترا ساوند زي ما قلنا في اول محاضره خالص ان هي بتشوف كل حاجه رخيصه ما هي فيش فيها راديشن وافيلابل يعني هو عكس الكلام المكتوب. الحاجه الوحيده الديس ادفانتج بتاعتها ان هي اوبريتور ديبندنت ان هي بتعتمد على اللي بيشتغل تمام. بس يعني دي اكزامبلز للاسئله مش كل الاسئله.